وللمزيد ينضم إلينا مراسل أخبار مصر محمود جميل. محمود، بعد التحية، ضعنا في جديد الأوضاع لديك. نعم، بعد التحية، الجهود متواصلة في إرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، سواء كنا نتحدث في معبر رفح أو هنا في مدينة العريش، وتحديدا نتحدث عن مدينة عن مطار العريش. هذا المطار الذي لازال يستقبل عدد من الطائرات، استقبل اليوم 4 طائرات. نتحدث عن الطائرة الأولى قادمة من الإمارات على متنها 6 أطنان من المواد الإغاثية والمستلزمات الطبية، ثم طائرة قطرية على متنها 29 طن من المستلزمات الطبية والمواد الإغاثية أيضا، ثم طائرة ثالثة وهي قادمة من ليبيا على متنها 19 طن من المستلزمات الطبية والغذائية، بالإضافة إلى طائرة إيطالية على متنها 4 أطنان من المستلزمات الطبية. هذه المستلزمات ستتجه مباشرة إلى السفينة الإيطالية الموجودة في ميناء العريش، حيث المستشفى العائم الذي يقدم كل الخدمات الصحية والعلاجية للمصابين. هناك عدد من المصابين يتم نقلهم إلى هذا المستشفى في ميناء العريش، هذا المستشفى الذي يعني يحوي على عدد من الأسرة وأيضا أكثر من 20 طبيب في مختلف التخصصات. هذا بالإضافة إلى المستشفى العريش الذي لا زال يستقبل كل المصابين والجرحى خاصة الأطفال. لدينا أكثر من 50% من المصابين في مستشفى العريش هم من الأطفال، ولكن يعني بنسبة كبيرة منهم تم علاجهم وشفائهم، وأيضا تم إجراء أكثر من 150 عملية جراحية للمصابين في مستشفى العريش، بالإضافة بالطبع إلى مستشفى الشيخ زويد وهي الأقرب إلى معبر رفح، ثم مستشفى بئر العبد. أما بالحديث عن معبر رفح، اليوم أيضا عدد من الشاحنات التي دخلت من خلال معبر رفح المصري متجهة إلى منفذ العوجة، نتحدث عن 104 شاحنة بها عدد من المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية، بالإضافة بالطبع إلى استقبال عدد من الجرحى والمصابين ومزدوجي الجنسية. ونشير أيضا إلى أن هناك يعني 20 شاحنة دخلوا خاصة بالهلال الأحمر الإماراتي متعلقة بمستلزمات المستشفى الميداني التي اتجهت مباشرة إلى قطاع غزة لدعم المستشفى الإماراتي هناك. فلازالت كل الجهود المصرية متواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. محمود جميل، مراسل أخبار مصر، كنت معنا على الهواء مباشرة، شكرا لك.